مين اللي اختاره؟ المخرج ولا غادة عبد الرازق؟ هما اللي يردوا. انا بسأل هما اللي اكيد ده اللي يرد عليه المخرج طبعا. في راسه يعني مش مصري يمكن، لكن هو بيتكلم مصري ما شاء الله ممتاز. الحمد لله. ونقول الباش مهندس فراس عشان ابقى انا دقيق، المهندس فراس. اختاره جاي ازاي؟ جاي زي باقي، يعني زي ما بنختار باقي الشخصيات، بنمسك الشخصيات من على الورق وبنشوف المتطلبات الشخصية دراميا وشكلا وكل المواصفات المطلوبة للشخصية اللي ينفع تحقق أفضل نتيجة في الدور المكتوب. وأنا اشتغلت مع فراس قبل كده، صحيح كانوا أيام قليلين جدا في سبع أرواح، وإحنا أصحاب من زمان فأنا عارفه شخصيا كويس، وعارف إنه أنسب شخص للدور ده. لكن فراس ما قلقتش أنت؟ معاك غولة وبعدين كل شغلك معاها، يعني تخلي بالك مشكلتك جايه مع دي وصدروه. والله يا بنات. لا والله قوي يا دكتور. هو بص، انت احيانا بتخش منظومه معينه كده بتحس بمسؤوليه بتتعب، يعني انت بتوصل لمرحله انت عاوز تبقى زي ما بيقولوا up to the expectations، او على قد مستوى الناس اللي انت داخل تشتغل معاها. انا يعني كل شغلي تقريبا كان مع غادة. انا بحب اقول عليها وحش تمثيل، يعني انت لو فتحت ورقه ممثله اكيد هتلاقي في بتاع هتلاقي صورتها. طارق طبعا ثقته فيا وكون انه يديني مسؤوليه زي دي برضو، ده مسؤوليه كبيره جدا بتحس بيها. حد زي الاستاذ ايمن سلامه، يعني انت بتحلم انك تشتغل بمنظومه زي دي بصراحه. ويمكن كانت في الاول حاله الفزع اللي انا كنت فيها في الاول، كانت اول مشهد كان ايه بقى الاخبار ايه؟ كان في رهبه كده وانت واقف قدام قوي. حصل ايه؟ احكي لي. لا بص، هو انا احيانا يعني انت احيانا بتقف قدام حد بتمثل معاه، انت بتنسى انك بتمثل، انت اللي قدامك بياخدك لدرجه انك انت بتنسى انت المفروض تقول ايه. انا بقعد بتفرج عليها، انا في مشاهد والله العظيم قعدت اتفرج عليها اكتر من اني امثل. انا واقف قدامها بقول يا نهار اسود، طب ازاي، طب يا جماعه، طب الواحد يعمل ايه عشان يعني. فكان بيحصل في الاول انك انت لا في رهبه. احنا يعني اشتغلنا مع بعض قبل كده في حكايه حياه، بس يمكن ما تقابلناش في مشاهد. ففكره انك انت توقف قدام حد زي غاده تاخد منها الانرجي ده، وانك تحاول انك تبقى على قد المسؤوليه دي، لا موضوع صعب. طب عملت ايه عشان تفكي بقى المشكله دي مع اول مشهد؟ لا اول حاجه استاذ طارق جه واخدنا كده على جنب وقعدنا نهرج ونهزر مع بعض وبتاع، وبعدين شويه لقيته واخد فراس لوحده، وبعدين شويه واخدنا انا لوحدي. أيوة. وبعدين الحمد لله. قال لكم ايه بقى؟ انا شخصيا قال لي غاده فراس عنده رهبه، فبالراحه عليه، وان هو شاف في عيونه فعلا ان هو ساعات بينسى الكلام ويتفرج عليا. كنت معجب بقى يا استاذ بقى جدا. جدا. انت عايز اوتوجراف وتمشي. يا دكتور ما ينفعش تبقى واقف قدام حد كده وما يبقاش في عندك، لا صعب يعني في الاول كان صعب. وطارق خدنا على جنب، بقينا بالراحه وبقينا بنعيد كذا مره، وبقينا نقعد على الغدا مع بعض كتير، ونقعد الصبح يعني كلنا كاسره عشان نفك الحكايه دي. لا وبعدين بتشوفها انت في الطبيعه من ألذ الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاها في الدنيا والله العظيم بكلمك بجد، وفجاه تخش على مشهد بتيجي